هل ممارسة السكس ليه علاقة بالنشاط الرياضي او بمعنى اصح بيأثر على السترينث القوة او الاندورنس او لو حد عنده كومبيتيشن مثلا مسابقات هيأثر على الاداء بتاعه؟ قللت الادب انت؟ الجميل في الموضوع ان على مدى الزمن كله هتلاقي ناس كتير كانت متبنية فكرة ان احنا نتجنب ممارسة السكس قبل ما يكون عندي كومبيتيشن مثلا، يعني سي مثلا انا عندي كومبيتيشن بكرة فانا مش همارس اليوم دوت او اليوم اللي قبله او اللي قبله او اللي قبله. بس قبل ما نتكلم في الفيديو لازم تعرف ان الفيديو ليه متجوزين بس، وهدفه عشان يوضح حاجة مهمة جدا للناس اللي هي عندها اعتقاد خاطئ او عايزة تفوز في الكومبيتيشن. الاعتقاد القديم ده كان متبنى من قبل بعض المدربين او الرياضيين المشهورين على راسهم محمد علي كلاي، يعني تبقى لفكرة ان ممارسة السكس هتبتدي تقلل هرمون التستوستيرون في الجسم، وهرمون التستوستيرون في الجسم اصلا مسؤول عن القوة والعضلات، فبالتالي بيتجنبوا الموضوع ده. لكن الحقيقة الابحاث الجديدة كلها اجزمت ان ممارسة السكس قبل الكومبيتيشن المسابقات الرياضية مفيد جدا لانه بيرفع مستوى التستوستيرون مش بيقلله. الله، امال ليه بنسمع ان واحد يكون لسه مش عارف ايه فيروح يلعب تلاقي الموضوع مش متوافق فيقولوا له يا شحاتة يا شحاتة الستات خاطر على لعيب الكورة، لعيب الكورة اللي يعرف طريق الستات بعد شهر واحد يتحول لعيب طاولة. فهنا شوية بتبقى اندبندنس، يعني ايه؟ على حسب انت مثلا عندك مسابقة الصبح بدري الساعة 7 الصبح، فما تجيش تعمل الموضوع ده وتسهر بقى صباحي زي ما بيقولوا كده لغاية 5 الفجر وتروح تلعب الساعة 7، مع اكيد طبعا يعني انت لا نمت ولا خدت ريكفري بتاعك ولا، فما مش هينفع طبعا. فين يالا؟ موجودة معلم، اصل السهرة امبارح كانت صباحي وظهري وجعني قوي. معلش، هي اول شهور الحمل كده. فبالتالي هو ميزان تقدر تسيطر عليه لو وزنت الامور بتاعتك، لكن نجزم ونقول ان الموضوع ده ملوش علاقه بده وبس كده.